السي عبدو، يعني خروجك الإعلام فيما يخص المجلس الجالية المغربية في المهجر، علاش هذه الخرجة؟ وجات معطلة شوية، ماشي علاش؟ لأنه أولا حاولت بزاف ديال المرات باش نخرج، غير الإخوان كانوا يقولوا ودي زود النقاط نتسناو حتى يكون الجمع العام، على الأقل في الجمع العام هو الإطار الوحيد اللي يمكن تحاسب فيه ويمكن دير فيه التقييم. حنا هذه القضية ديال الجمع العام طالت تقريبا من تخلق المجلس، من الجمع العام الأول التأسيسي هذه 4 سنين ما درناش جمع عام، ما درنا حتى شي جمع عام. كل في الظاهر كيقول سنويا خص يكون جمع عام، يكون تقرير أدبي، يكون تقرير مالي، ويكون البرنامج المستقبلي. كانت تسارعوا باش يكون جمع عام، مرة كيقولوا لنا حق الملك مازال ما عطاش الإذن. من كان غوتوا بأنه ماشي معقول، كيقولك أودي حقا نديروا شي ندوة داخلية. هذا الرئيس المجلس والكاتب العام، نديروا ندوة داخلية ونتصالحوا ونتسامحوا ونوجدوا. في التجربة ديالي شخصيا في إطار المجلس، دائما كنت كنتفض على هذا الوضع اللي ماشي صحي، سواء في العمل اللي كنت كنشتغل فيه ديال لجنة المواطنة والمشاركة السياسية، من النهار الأولاني وما كيديروا عراقيل باش الرئيس الاستشاري ديالنا ما يخرجش، لا على المشاركة السياسية ولا على المستقبل ديال المجلس، أي مجلس خصنا يكون، حتى كيجي الدستور وكيتقنن المجلس وحنا ما درنا لا جمع عام لا والو. في نفس الوقت كنا نيت واحد المرحلة معينة في الوقت اللي كانوا كيديروا لنا البلوكاج على المشاركة السياسية، كنا خرجت من المجلس أنا والأعضاء اللي معايا في اللجنة واشتغلنا برا المجلس، ودنا دابا 2012 كان موقع 2012. لا درنا 2012 في ديك المرحلة، مازال ما جاش الدستور، كان منتظر باش تكون الانتخابات في 2012، دير قبل ما يجي الدستور، وكنا درنا ديك الحملة وصيفتنا رسالة بسمية الأعضاء ديال اللجنة المواطنة والمشاركة السياسية، رسالة مفتوحة للملك، صيفتنا رسالة للرئيس كندو أن بهذه المماطلات باش تسير ديال هذا العمل ديالنا. الان علاش خرجت الان؟ بانه كما كيقولوا حنايا هذا المجلس عنده المده ديالو 4 سنين، وكنا كننتظروا على الاقل غادي نديروا شي جمع عام باش نتحاسبوا ونديروا تقييم ومشوا حالتنا. ساعه 4 سنين سالات، وكيتلاحظ بانه حتى بالنسبه لامتى غادي، حيت دابا المجلس كاينه في الدستور ولا دستوري، وبالتالي باش توضع قانون تنظيمي وهذا يمكن يدوم عاوتاني سنوات. انا ما بغيتش نستمر في هذه المرحلة هذه، لأنه كيتلاحظ عندك واحد الرئيس غايب على مسؤوليته هذه عامين، عندك واحد الكاتب العام وواحد المدير ولا منسق ولا مكلف على المالية ما عرفتش من هذه الصفة ديالو إدريس أجبالي، الآن كيستعملوا المجلس في إطار بناء الرابور فورس ديالهم، القوة ديالهم بأنه هما الناس الأفيد اللي يقودوا المرحلة الانتقالية، وبالتالي استعمال الاموال المجلس، استعمال واحد الاساليب زعما ماشي معقوله. الرئيس كان طالبو يدير جمع عام غايب هارب، كتلاحظ كتشوف كذلك في الدستور انه في الدستور الجديد المجلس ولا دستوري، وبالتالي حتى الطريقه كيفاش عيبنيوها، شفت اللجنه البرنامج الحكومي كيتكلموا انه المجلس الجديد غادي يكون في نفس صيغه المجلس القديم، عاوتاني غيكون تا هو مرة أخرى تابع للملك، تابع للديوان الملكي، وتابع هذا في الوقت اللي نورمالمون في الدستور خص على كاين الآن حكومة، كاين برلمان، على الأقل لا يكون شي مجلس يكون عنده علاقة ديريكت مع الحكومة مع البرلمان. إذا الصيغة الجديدة للمجلس نفس الطريق، وبالتالي هذه المرحلة كنعرف واحد الهجرات كانت دائما من ملفات السيادة اللي كانت في المغرب، يعني هذا ماشي شي حاجة جديدة اللي وين انا كنطلق علاش دخلت المجلس جوستومون باش نحيدوا هذه القضيه ديال الهجره عمل سيادي. حنا انطلقنا من العمل ديال في الوقت اللي الحكومات السياسات القديمه كانت فقط سياسه كتنطلق من الجانب الامني،
المراقبة، الوداديات، واحد العديد الجو. جاء تقرير ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، واللي واحد الخطوة كانت مهمة، ما يمكنش إنسان يتغاضى عليها، أنه كانت خطوة مهمة ديال اللجنة اللي كان ترأسها المرحوم دريس بن زكري. وطرحت واحد العديد ديال في التقارير ديالها حول مبدأ حرية حقوق الإنسان، مبدأ ديال التغيير العقلية ديال البلاد، وفيما يخص الهجرة طرحوا 4 ولا 5 ديال النقاط اللي بالنسبة لنا كانت أساسية. أولا اعتبار الهجرة كمواطنين، الهجرة كمواطنين، وبالتالي كخ سياسة تشاركية في إطار مفهوم المواطنة. الحد مع السياسات القديمة ديال الوداديات، وهذا المحاولة ديال بناء حوار جدي وسياسة جديدة. زعما بالنسبة لي كان هذا المنطلق ديال بأنه فعلا كتعرف البلاد وكتعرف جهود البلاد، وغير بعض المرات الإنسان كذلك كيثيق في الناس ويثيق في الرغبة ديال التغيير. والتغيير اللي حنا كنا كنطلبوا به ماشي تغيير الدولة وتغيير هذا، المهم على الأقل واحد التغيير، واحد العقلية قديمة، وبالتالي في الوقت اللي كيتلاحظ بأن هناك رغبة ديال علاقات جديدة. إذا بالنسبة لي من هذا المنطلق باش دخلت لهذا المجلس، وعارف كذلك بأنه المجلس ما هو إلا إطار استشاري. حتى في تجاربنا هنا في أوروبا، المجلس الاستشارية ماشي شي حاجة كبيرة اللي غتغير، استشارة كتعطي استشارة. كنقولوا إذا خص الإنسان يحاول يغير من برا من خلال العمل الجمعوي والجمعيات، ويحاول كذلك يدير مجهود في التأثير من الداخل برغبة صادقة، رغم واحد العديد الملاحظات على الطريقة كيفاش كيتمشات الديمقراطية الداخلية، الظهير اللي كيعطي كل الصلاحية للرئيس والكاتب العام، اللجان ما عندهاش استقلالية ديالها، حنا ما يمكنش نجمعوا حتى يحضر معنا الرئيس ولا الكاتب العام. الجانب واخا كنقولوا سالينا مع الجانب الأمني، كتلاحظ بأنه مازال الرغبة ديال شي جهاز ولا شي عقلية قديمة ديال التعامل مع الهجرة هو دائما غير التعامل ديال المراقبة، التعامل في إطار مراقبة الدين على برا، تمرير التعليم العربي بالطريقة ديالهم، المحاولة ديال التركيز فقط على الجانب التنمية ودخل الفلوس. من كنطرحوا هذه الملفات الاجتماعية والملفات المشاركة والملفات المواطنة، كتلاحظ دائما أنه كاين حصار وكاين ضرب. انا بالنسبه لي لا شفنا على العمل، لا شفنا على المساله ديال المشاركه السياسيه. انا كيبان لي بانه هذا الحصار هذا ماشي فقط من طرف القياده ديال المجلس ديال دريس اليزامي ولا بوصوف ولا ديك الاجبالي ديالو. انا كيبان لي بانه هناك تراجع على الخطاب الملكي ديال 2005، لانه 2005 كان خطاب واضح، وتلاحظنا بانه الناس اللي كانوا مستشارين للرئيس وكانوا معنا بحال المرحوم البردوزي، بكل صراحه كانوا كيقولوا لنا غلطوا الملك في 2005، وكان كيقولوا لنا بصراحه في الندوات بان حنا غنديروا كل ما نديروه باش واخا ديروا الرئيس الاستشاري للمشاركه كما بغيتوا، غادي نطلعوا للفوق وما يدوش هذا الموقف. اذا هذا الموقف ديال المشاركه السياسيه والمواطنه موقف اللي السياسه كانت ضده، المستشارين ديال الملك ولا ما عرفتش كيفاش، كاين واحد الراي ما خصش تكون هذه المشاركه السياسيه. انت استعجلت دابا، واش الاول كنت مثلا عارف هذه المسائل هذا، ولا حتى انت مع الوقت اللي انت عارف بيه انه ربما يعني وقعت في غلط او غلطوك يعني من هذه الكشطه؟ انا ما غلطني حد، ما غلطش، بالعكس القناعه ديالي اولا ما كنتش كنحلم بزاف بانه غادي يتغير شي حاجه في اطار المجالس الاستشاريه، هادي ما تغير لا لهنا هنا، ولكن كنت كنحاول نساهم بحسن نيه وبرغبه صادقه بانه هذا الجو اللي كاين الان ديال يمكن ياخذونا جديين. اشتغلت بجدية ديال مثلا في هذا الملف المشاركة السياسية، ما اشتغلتش فقط غير انطلاقا بمطلب، حاولت نشتغل حتى في الجواب على التشكيك اللي عندهم في هذه المسألة المشاركة. درنا دراسة حول التجارب الدولية، درنا دراسة حول التقطيع الانتخابي، درنا اقتراحات حول حتى تحديد من كل بلد شحال يكون المرشحين، درنا مجهود حاولنا نجاوبوا حتى على
بعض الخلفيات انه المغاربه ما كيخلصوش الضريبه، كل حتى وكانوا كيخرجوا بحجه المغاربه كيخلصوا الضريبه ومحشوم عليهم، المغاربه يوميا كيخلصوا الضريبه غير مباشره ولا الناس اللي ساكنه الدوله كيخلصوا الضرائب، المغاربه الحكومات الاوروبيه تمنع التصويت والترشيح مبرر خاطئ، جبرنا بانه حتى شي دوله ما كتمنع بعض المرات المبررات بانه لكن الانتخابات راه يطلعوا للمسلمين واخا يصدقوا ان المسلمين راه طلعوا في المغرب مش غيتسناو يطلعوا من اوروبا، زعما كل خطره وكاين كاين محاوله ديال وبعض المرات كيقولوا بصراحه يا ودي انتم لهي بقوا لهي ساهموا مع البلاد ديالكم في اطار تدخل العمله الفلوس وحنا نعاونكم بشويه ديال الفقهاء وبشويه المعلمين، زعما هذا هو اكتشفت في هذه الممارسه هذه بانه ما مكتوب في الورق انه الظاهر ديال المجلس واضح، ما فيش فقط الجانب الثقافي والجانب الديني، فيه جوج دومو كذلك الجانب المواطنه والمشاركه السياسيه، فيه جوج دومو المنظور الجديد ديال السياسه العامه اللي يجرى، صدق بانه هذاك الشيء كله غير ورق، هنا كيمكن نقولوا استعملونا بانه انطلقنا برغبه صادقه باش نساهموا في التغيير، نساهموا في التقدم ديال البلاد ديالنا، نساهموا بانه الشباب ديالنا والناس كتحب بلادها، بانه ديك الحب وديك الاهتمام بالبلاد يتاثر ويكون فيه تاثير والناس تشارك. بكل الاسف اكتشفنا بانه هاد الاربع سنين اللي دوزنا باش نحققوا هاد المساله ديال المواطنه ولو كراي استشاري كيمكن نقول في هاد الموضوع هذا استعملونا، لانه استعملوا طاقتنا، استعملوا وقتنا، استديعنا سنين وحنا كنضربوا، وفي الوقت اللي سالت المهمه المجلس ما قدمناش راي استشاري، ما قدمناش راي استشاري، هذيك غريب شنو كنا كنديروا تما. نفس الموضوع في المساله ديال المجلس المقبل، حنا هذا المجلس هذا كما فهمتي بانه نهضروا على المجلس المقبل مثلا، كنعرفوا من النهار الاول كان المجلس غادي يكون 50 واحد في الاخر خرجت الليسته ب 37 واحد، واش انتم ما طرحتوش شي اسئله علاش؟ كنسولوا يوميا، كيقول هذا امر عند الديوان الملك. كيفاش الديوان الملك؟ قال هذا امر عند الملك، الملك باقي ما حسم، عندهم اللائحه من كتناقش تفتح نقاش ديمقراطي، اما كيواجهوك الا ما عجبتش الحال يمشي بحالك، اما كيقول لك هذا الملك اللي مازال ما قرر، اما كيحاولوا يهمشوك من خلال مثلا وحلوا حل عديد المرات الكاتب العام كيقول بصراحه انتم جايين هنا غير تكلموا على السياسه، اما الهجره المغربيه باغيه بلادها من اجل غير باغي غير التعليم والجوامع ومستعده تساهم في التنميه، كيقول انا بصراحه بانه انتم بحال كتبرجطوا وسط هذا المجلس. في هذيك المرحله كان دائما الاختيار واش الانسان يمشي بحالته ولا يصارع. المهم انا كنت كنحاول من خلال سواء الاعضاء اللي كانوا معايا في اللجنه او بعض الاخوان كنا كنحاولوا نستعملوا ديك الديمقراطيه الداخليه اللي ما كانتش، نواجهوا نكتبوا. انا كنت شخصيا عمري ما انضبط القضيه ديال اللي كانوا كيسميوها الدروا دو ريزيرف تاع عضو في المجمع الحق تكلم على برا، كنت دائما كنعبر على المواقف ديالي، كنت كنعبر عليها كمناضل جمعوي ولكن كذلك بعض المرات حتى كعضو ديال المجلس. كان عندنا اختيار ملي كندويو مع الاخوان بانه خصنا نشوف حالتنا كاع، كانوا كيطرحوا بالديب انه انتم رغم عيني بظاهر وبالتالي اللي كيتعين بظاهر صعيب باش يقدم استقاله لانه هذا امر مهم كنا كنتبعوا كنضيعوا الوقت، اما كان كيمكن نتفق معاه بانه في النهار الاولاني من كان الرغبه ماشي فعلا كاينه الانسان تما كان غير كيضيع الوقت، وماشي غير كيضيع الوقت كان كذلك كيتحمل واحد المسؤوليه اللي ماشي ديالو في الوقت اللي ما كاينش شفافيه على المستوى المالي، من ما كاينش شفافيه في القرارات والمواقف كتحسب عليك وانت ما عندك بها علاقه. من كدير تقييم ديال هاد اربع سنين اللي ضيعتي بواحد القناعه واحد الرغبه ديال التغيير، تقييمي تقييم سلبي بانه هو الضياع ديال الوقت في اطار هاد المجال الاستشاريه ماشي غير ديالنا، المهم هاد المجال الاستشاريه كلها اللي تبنات باطار هاد الظواهر الملكيه كلها فاشله، انه ما كاين لا شفافيه لا ديمقراطيه لا استقلاليه ديال العمل، كاينش غير العمل. هذا جانب، الجانب الثاني بالنسبه للوقت اللي كتشوف في الواقع بانه ما مكتوب في الورق، دابا الان عندنا دستور فيه واحد العديد ديال الفصول هائله، ولكن كتشوف بانه هادو غير كتابه،
ما كاينش فعلا واحد الرغبه فعليه للتنزيل الديمقراطي ديال النقاط اللي كاينه في الدستور. نفس السياسه، نفس التصرف، نفس الواقع. القضيه الثالثه هو هذا المجلس الجديد، ملي كنشوفوا المشروع التنظيمي، مازال ما كاينش القانون التنظيمي، المشروع التنظيمي اللي باش يتبنى حتى هو داروه مجلس ديال السياده، مجلس تابع للملك. اذا ولو كان الدستور كيقول بانه كاين حكومه، الان حكومه خصها تحكم، برلمان خصو يشرع، المجلس الجديد اللي كيتبنى ما عندوش علاقه بالحكومه وما عندوش علاقه بالبرلمان، عنده علاقه بالملك، وبالتالي غيكون نفس الممارسه، الملك كيعين الرئيس، الملك كيعين الكاتب العام، ولي سيرفيس غادي يعينوا عاوتاني الناس. ما غيكون مجلس ديمقراطي، وهذا من جمله الصراعات اللي كانت عندنا، انه اللجنه ديالنا اشتغلنا على الملف المشاركه السياسيه والملف ديال المجلس المقبل، لانه حنا كنطرقوا هذا المجلس هذا كان تعيينه كمؤقت، دابا خصنا نبنيو الاسس للمجلس المقبل، قدمنا تصور المجلس المقبل، اخذ بعين الاعتبار هذه المرحله اللي فاتت، كيفاش تبني مجلس مقبل؟ من خلال الاشراك ديال الجمعيات، الاشراك ديال 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 الفعاليات، انطلاقا من مستوى كل بلد بلد، وشبرنا نماذج، الاقتراحات ديالنا شبرنا مثلا النموذج ديال الفوروم اوروبيان ديال الاتحاد الاوروبي. اللي كيعطيك امكانيات، ماشي تعين غير الناس ويطلعوا للفوق، كتخلق اسس ديال المجالس محليه اللي الناس كيحاسبوها، وديك الناس على المستوى المحلي كيقدروا يكون عندهم امكانيات يكونوا في لجان باش يكون واحد الممارسه ديمقراطيه. هذا البرنامج هذا كله رفضوه. شنو تصوره اللي كانوا كيبنيو له؟ باغين مجلس مازال في المقبل ديال النخبه، كيتفاوضوا مع الاحزاب السياسيه المغربيه الان، كيقولوا معطيونا الناس ديالكم ما دمتم مع تبقوا تشرعوا، الناس ديالكم اللي يكونوا في المجلس. كيبنيو واحد المجلس ديال كوكوت مينوت، ما غيكونش مستقل، ما عندوش صلاحيه، ما عندوش برنامج، وفي نفس الوقت بظاهر ملكي اللي الملك يعين الرئيس وهذا وعينوا ذو الاقسام ويعينوا. نقول هذه الممارسه هذه اولا فاشله وما توصلش لشي حاجه كبيره، وبالعكس كنفقدوا الامل. انا شخصيا كنفقد الامل على اساس هاد الممارسات، هاد المجالس وهاد السياسه. ما كتشوف دابا المجالس وما كتشوف عاوتاني الحكومه كحكومه والوزارات كوزاره، عندنا واحد الوزير معزوز هو نفس التجربه ديال قبل، لا رؤيه لا وضوح، كاين غير الكذوب على عباد الله. كتشوف الوزارات الاخرين ما كاينش امل بالنسبه للمساهمه في شي مجلس من هذه المجالس هذه، سواء الجديده او القديمه. والجانب الاخر ما بقاش عندي الوقت اللي نضيعه في اطار هذا الجو هذا، لا عندي مثل الوقت اللي نتحرك فيه، نتحرك فيه في اطار عمل جمعوي، تحرك فيه في اطار الملفات الواضحه، في اطار نقاش لا مع الحكومه ولا مع اللي بغاو، في اطار الند للند، مطالب مطالب، ووضوح ووضوح، باش الانسان يدخل شي معمعه هاد المجالس اللي عاولي ولادنا كلها ولات بالمجالس، ما عرفتش شكون غيبقى يحكم في هاد البلاد. تكثر المجالس اللي برا المراقبه، خلق واحد النوعيه ديال الزبونيه، ولاو الهجره المغربيه كيتصارعوا على المجلس. عاود ما يتصارعوا على توحيد الحقوق ديالهم، تنظيم الاطارات ديالهم، ولينا كنضيعوا الوقت ديال اش درتوا واش داروا، شكون اللي انت وشكون اللي ما جاش، هذا المجلس هذا مشي نعرفش نقول عليه. ولكن نعطيك يقينا ان عبد المنبي ما يدخل شي مجلس في هادشي ديال المغرب ولو يكون كما كان. بالنسبه لي تجربه دوزناها سلبيه، ما كننصحش عباد الله ما يجربوش، اللي بغى يجرب الله يعاونو، ولكن ماشي هي الطريق اللي يمكن لنا نساهموا فيها في الديمقراطيه ونساهموا فيها بالوضوح. السؤال الاخير سي عبد الله، واش كتشوف ان حان الوقت الان باش تكون واحد القطيعه مع الدوله المغربيه، وان الهجره المغربيه الان اللي كتعيش الجيل الثاني والثالث والرابع غتكون تنض براسها ويكونوا دي فريزارسيس ديال ليميغراسيون ماروكان ودوريجين ماروكان ودي زوروبيان دوريجين ماروكان في المجر؟ أنا كنقول ماشي حان الوقت، هذه الطريق هذه كانت دائما موجودة، كانت دائما موجودة، كان دائما هناك جمعيات، وحنا كنطرحوا غير في إطار الجمعيات الديمقراطية اللي في الهجرة، كان واحد العديد من الجمعيات المغربية اللي رفضوا مثلا يفكروا حنيت في المجلس، نعطيك مثلا
دراري ديال لاتيمي في فرنسا واحد عديد الجمعيات اللي كيقول لك الاخوان نتوما اخترتوا هذا الطريق، حنا ما اخترناش، ولكن دائما كان عندنا النقاد الانطلاق فيما هو اساسي نشتغلوا عليه. حنا الان عندنا الارضيه الاورومغربيه اللي هجره والتنميه والديمقراطيه والمواطنه، كنشتغلوا فيها جميع كاطارات جمعويه بالخصوص انطلاقا من القضيه ديالنا اللي بالنسبه لنا المغرب كيمثل فيها من با 30%. قضايانا الأساسية قضايا عندنا علاقة بالسياسة الأوروبية، السياسة العالمية، العنصرية، الإسلاموفوبية، الحقوق ديال الهجرة. بالنسبة للمغرب كيظهر لي مساهمتنا في إطار التنمية ديال البلاد ديالنا كنا كنديروها حتى في سنوات الرصاص، أنه في التقوية ديال تنظيمات المجتمع المدني، في الدفع ديال هذه المساندة المغاربة للبلاد ديالهم يساندوها. على المستوى السياسي كيظهر لي خص تكون القطيعة على المستوى السياسي في إطار هذا الترقيع المجالس، ولا خاص يكون الموقف ديالو واضح فيما يخص المغرب والهجرة وأي سياسة، ويكون من أجل الحوار، ولكن ماشي الحوار في إطار المؤسسات الفاشلة، حوار الند للند انطلاقا من مطالب وانطلاقا من وضوح. لما كاينش هاد القضية هادي الواقع كيتحتم علينا بأنه نهتموا بالبلاد ديالنا، لأنه حنا جايين منا وكنتمناو البلاد ديالنا تقدم. كنساهموا مع المجتمع المدني في إطار تحقيق الديمقراطية في البلاد، في إطار حقوق الإنسان في البلاد، في إطار التنمية الفعلية في البلاد، وفي إطار حقوقنا كمغاربة. أنا ما كيبقاش كيبان لي عندهم الحق يبقوا يتكلموا علينا، لأنه باقي تلاحظ حتى في هذه العديد القضايا مربوطين باتفاقيات دولية واتفاقيات ثنائية اللي كتقرر مصير الهجرة واللي هذه الحكومة ما عندها علاقة بها، وبالتالي ما خصهاش يتكلموا علينا. كنناقشوا الآن في إطار الاتفاقية ديال المغرب مع الاتحاد الاوروبي ديال الجوار، ما كتشوف الاتفاقيه ديال الجوار ما كتجبرش فيها الهجره موجوده، وبالتالي كاع الاتفاقيه عندها غير علاقه بمصالح اقتصاديه ولا سياسيه، وبالتالي خصنا الهجره تفرض وجودها في اطار هذه الاتفاقيات، تفرض وجودها في اطار المطالب واضحه، تفرض وجودها بانه حنا مرعايا ديال حد، حنا مواطنين، تعاملنا مع البلاد ديالنا في اطار مواطنه. لما كاينش مواطنه حنا حبنا لبلادنا يبقى يستمر دائما، التضامن مع بلادنا والمجتمع يكون دائما، ولكن ما نطيحوش في اللعبه ديال يمروا بنا شي سياسه اللي بينت الفشل ديالها.